ما حصل اليوم وليلة أمس وهذه التداعيات الكثيرة والخطيرة التي تشوب العملية السياسية أمر طبيعي جدا، لأن هنالك عجز كبير جدا وعدم توفيق للأخوة في التحالف الثلاثي في الذهاب إلى تمرير رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء، وبالتالي هم الآن يتخبطون ويحاولون أن يلقوا باللائمة وبالتهم وبالأمور كثيرة جدا على الإطار التنسيقي. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يخص المحكمة الاتحادية، ولم تكن المحكمة الاتحادية في صالحهم في الفترة الماضية. لماذا هذه الانتقائية في احترام قرارات المحكمة الاتحادية؟ عندما يكون القرار يتلائم مع توجهاتك أو كيفياتك ترغب به وتقول أنها محكمة شرعية، وعندما لا يتوافق مع رغباتك تكون المحكمة مسيسة أو غير شرعية. هذا كلام خطير جدا غير مقبول حقيقة على الشركاء السياسيين أن يراجعوا خطاباتهم، لأن يعني هذا الموضوع لربما أنه سوف يؤدي إلى انزلاق سياسي خطير لا سامح الله. الموضوع الآخر عملية الذهاب إلى المعارضة لمدة شهر أو أكثر، فهذا شأن خاص بسماحة السيد الله يحفظه وكتلته، وأعتقد أن التحالفات الآن ماضية وشراكات التفاهمات والاتفاقات ما بين الشركاء السياسيين، واليوم لربما هنالك اجتماع لطار التنسيقي، وأعتقد أنه وصلني أن هنالك اجتماع أيضا سماحة السيد مع قياداته في الحنانة، والاجتماعات قائمة على قدم وساق، وهنالك تسريب قوي جدا من إقليم كردستان أن السيد مسعود برزاني سوف يقوم بإطلاق مبادرة للملمة الوضع السياسي، وأعتقد أنها مبادرة في اللحظات الأخيرة لأنه انتظر كثيرا ولاحظ المبادرات التي صدرت من هذه الجهة وتلك. نعم. ووجد أن هذه المبادرات ربما لم تفضي أو لربما اطلع على أفكار وتوجهات الكتل السياسية. أعتقد أن الأمور لربما تتحلحل بمبادرة السيد مسعود برزاني.